في كمان محمد رمضان الفنان الجميل نشر عبر حسابه على الانستجرام فيديو للقاء ليه من 2007، وقال ان هو نفسه يخلي اللقاء ده لقاء عالمي. جميل جدا ان الفنان يعني الجميل هيخليه عالمي ازاي؟ هو عايز يخليه عالمي. بمعنى؟ بمعنى ان هو قال ان اللقاء ده لما كان في 2007 ده كان لقاءه في برنامج مسلسلاتي ولا في برنامج، قال تحديدا ما حدش اللي إيه؟ هو كان مداخله مع عمر الشريف، او عمر الشريف دخل مداخله معاه. ما شفتهاش على الانستجرام؟ لا ما لا انا عارف اللقاء اصلا. انا عارف ان عمر الشريف قال له ان انت هتبقى نجم، فهو من ساعتها ده كان بالمناسبه اول لقاء في حياته، ده كان على قناه نايل دراما اصلا في برنامج مسلسلاتي، فانت جاي في ملعبي يعني. طب ما انا جاي في ملعبك، هو البرنامج كله في ملعبك يا حسن، فانت عشان كده بتلعب البرنامج. لا التفصيله محمد رمضان في اي وقت بييجوا يكلموه بيقول لهم فضل قناه نايل دراما على دماغي، لان دي اول مره في حياته يطلع في برنامج كان برنامج اسمه المسلسلاتي. بس جميل ان الانسان ما بينساش هو بدا ازاي وبيطلع سلالم هو دخل معاه العالمي الله يرحمه عمر الشريف الله يرحمه. فدخل وقال له انت هتبقى نجم، فمن ساعتها هو يعني على طول بالنسبه له الحديث ده بيعجبه جدا. جميل، مبروك ان شاء الله. ان شاء الله هي اصلا بالنايل دراما عالميه، فما تقلقش يعني هو البرنامج عالمي يعني. طيب. علامة عشان تبعوا ويخصوا في نايل دراما. أوكي طيب.